سريعة تنعرف فيها إذا كان الزيت حامي، منحط ملعقة خشب بقلب الزيت، إذا عملت الفقاقيع حوالين الملعقة بيكون الزيت جاهز للقلي. بدنا مصلحتك. منتابع على اليوم إذن فقراتنا ومحطتنا التالية مثل ما وعدتكم مع روى صحة السلامة وضيفة لنا. صباح الخير روى. صباح الخير غادة، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم حلقتنا بعتقد بتهم عدد كبير من العالم، لأنه دايما بنسمع أنه صار في تأكل بالورك، أو إذا مثل منقولها بالعامية تكلس أو نشاف بالورك، وبالتالي بنوصل لمرحلة أنه بدنا نعمل عملية تغيير للورك. فاليوم بدي أحكي عن هالعملية وأسبابها مع ضيفي دكتور محي الدين تقي، مختص بجراحة العظام والمفاصل. صباح الخير دكتور تقي. صباح أهلا فيك معنا اليوم. السؤال اللي يعني كنا عم نحكي شوي قبل الهوى، انه عم اقول لك ايال الكلمه التقنيه او العلميه الاضبط هي تاكل الورك، لانه صحيح. التكلس والنشاف شيء ثاني، بس عند الناس بيربطوهم كلهم مع بعضهم وبنوصل لمرحله انه بدنا نغير الورك. هالشيء مرتبط براسنا مع تقدم العمر، هل دائما تاكل الورك بيصير مع تقدم العمر او في مسببات عديده لتاكل الورك؟ ليه بيصير هيك؟ للحقيقة مفصل الورك اللي هو عبارة عن صحن، عن راس بيتحرك داخل صحن، والسطح تاع الراس والسطح تاع الصحن مغطيين بطبقة كارتيلاج. أوكي. اللي بتخلي الورك يزحي. أول صورة. يس. سو لما يصير في عنا تآكل للكارتيلاج اللي بيغطي سطح المفصل، هيدا الشيء بيؤدي إلى عملية تآكل الورك، ومع الوقت بصير في عند المريض يعاني من الم وحديه بالحركيه وصعوبه بالمشي الى ما هنالك. بس عفوا، بس انا السؤال ايه، انه ليش هل بصير تاكل الاولاني، يعني بصير له الكارتيلاج؟ يعني هو مرض تاكل مفصل الورك نوعين، ممكن يكون اولي او ثانوي. الاولي هو اللي بصير مع التقدم بالعمر. اوكي، شخص بيكبر بالعمر بيتاكل عنده الكارتيلاج، بصير في نشاف او تكلس او تاكل. اوكي. وفي عوامل وراثيه بتؤدي لهالشيء كمان. سو هيدا تاكل الورك المبدئي او الاولي. الثانوي هو لما يكون في مشكله صارت عند المريض بوركه بعمر عاده اصغر من هيك، اللي بتؤدي للتاكل. طيب رح نشوف اول حاله، لانه في حاله اذا بنرجع بليز بس للصوره اللي قبل، يعني مثل ما شفنا صار في فراكتشر، صار في كسر. هالشيء من شو ممكن يصير؟ احد المشاكل اللي ممكن تؤدي لتاكل الورك مثلا اذا صار في كسر بمفصل الورك. اوكي، ونعمل له عملية تثبيت، ممكن هالشيء بالمستقبل يؤدي لتآكل الورك. نعم. والحالة اللي هي عادة أكثر بتؤدي لهالمشكلة هي إذا صار في كسر على مستوى الصحن، مثل الصورة الثانية اللي شفناها. رح نشوف الصورة الثانية. طبعا هالكسر ممكن يكون نتيجة حادث قوي، سيارة. دائما بيكون حسب، إذا عم نحكي عن كسر بالحوض بالصحن بيكون نتيجة حادث قوي، وقع علو أو حادث موتو أو حادث سيارة. لما يكون كسر بالورك ممكن يكون نتيجة حادث قوي أو ممكن وقع بسيطة حسب عمر المرض. نعم. الحالة الثانية عم تقول الكسر بصحن الورك. صح، هيدي ايه؟ مثل ما احنا شايفين بالصوره، هذا كسر على مستوى الصحن. اذا صار نتيجه اللي حادث، اللي باللون الاحمر. صح، المنطقه الحمراء. اذا صار في كسر من هالنوع، واجباتنا انه نحاول نرجعه لحالته الطبيعيه قدر الامكان، لحتى نتجنب انه يصير في تكلس او نشاف الورك بالعمر ليتر اون ان لايف، يعني نعم بعدين لاحقا. اوكي، واذا ما نعمل عمليه سليمه ممكن كمان يصير في صعوبه انه نغير الورك بالمستقبل. اها، فاذا بدها تتصلح بطريقه مضبوطه قد ما فينا. صحيح. الحاله الثالثه كمان. اوكي، احد الحالات اللي ممكن يؤدوا لنشاف وتكلس الورك بالمستقبل هي خلع الورك الخلقي، اللي بتصير لما الطفل يولد مع صحن غير مكتمل النمو. اذا ما تعالج، اذا ما لوحظ بعمر كثير صغير وتعالج بشكل سليم، المريض ممكن يصير عنده تآكل بالورك بالمستقبل. يعني عم نشوف هيدي مثل الطابة والصحن، بس الصحن منه مغطي الطابة. صح، شايفين هون بالصورة انه الصحن الراس برات الصحن. نعم. وبالتالي ما بيعود يتألف الصحن بشكل سليم. يعني بنقول خلق الولد وركه مفكوك، ما هيك بنقولها بالعامية. اوكي، الحالة اللي بعدها كمان. الحالة الثانية اللي ممكن تؤدي لتآكل الورك او نشاف الورك
هي مشكلة فقدان تروية الدم لراس الورك اللي بيسموها بالانجليزي اي فاسكولار نيكروسيس. هيدي بتصير عند بعض الاحيان بدون سبب واضح، بس بتصير كمان كثير عند الناس اللي بيدخنوا كثير او اللي بيضطروا انه ياخذوا ماده الكورتيزون لسبب من الاسباب، بياخذوا علاجات كورتيزون. صح. فاذا الدم ما بيوصل منيح على الورك، فبالتالي كانه ما عم نغذيه، عم بيموت الورك. صحيح. المشكله واحد بيدخن بيصير معه هيك اوبسلي، بس بتصير بيزيد الريسك انه يصير عنده مشكلة. احتمال هدول بفتكر هول الحالات مش بس على الورك، يمكن اللي عنده بدخن او هيك ممكن طبعا. اي شيء ثاني ممكن يصير عدة مفاصل تانية بالجسم، بس اكثر واحد يعني الريسك اكثر شيء على مفصل الورك. ايه على كل المدخن يعني كل الاوعيه والشرايين بدها تتأثر. كله بده. عندنا حاله اخيره. في حاله غير فيش كثير ناس بينتبهوا لها، هي لما يكون عندنا عظم زايد على مستوى رقبه الورك عم تضرب بعظم زايد على مستوى شفه الصحن. سو لما يصير هي شو بتصير؟ خلقه؟ هيدي خلقه. وفي عوامل وراثيه. في عوامل وراثيه. وبتصير عاده بعمر 20-25 بلش المريض يتشكى من وجع، اذا ما تعالج بالشكل السليم بالمستقبل تاع هالمريض ممكن يصير عنده تأيج. لانه ليش الكارتلج عم بيحف وهالماده اللزجه عم بتروح؟ لما العظم يضرب بالعظم الكارتلاج بيتشقق وبنخسره. بنخسره يعني كانه عم نخسر هالماده اللزجه. ابدا ما بيتعوض. شغله طبعا. هون شو عم نشوف بالاكس راي؟ هون عم نشوف صوره مريض خضع لعمليه تغيير الوركين وهيك بتبين الاكس راي بعد ما نعمل العمليه. اوكي. هيدي بس حطيتها لحتى نقرب الصوره شو هي عمليه الورك. تغيير الورك. على كل نحن رح نشوف كيف رح تصير العمليه، بس قبل اذا الحالات اللي شفناهم كلهم. نعم. وخصوصا اذا قلنا هيدي العظم اللي عم تحف او. نعم. اذا الطفل خلق على يعني خلق مع ورك منه ثابت. نعم. هدول بيتعالجوا يعني فينا. صح. نمنع حدوث تاكل الورك ما هيك؟ اذا شخصنا على بكير هدول بيؤدوا لتاكل الورك الثانوي اللي هو بعد سنين، فاذا اكتشفناه بنحل المشكله. مزبوط. واجباتنا انه ننتبه لهم بعمر بكير ونصلحهم قبل ما يؤدوا. يعني حتى الاشخاص اللي بيعانوا الم بوركهم بعمر صغير ما يفكروا انه انا يمكن عملت حركه غلط او شيء، يجربوا يشوفوا هل في مشكله. صحيح. لازم يعالجوها بكير او لا. طيب وصلنا لمرحله العمليه، تاكل الورك ووصلنا لحل النهائي انه بدنا نعمل العمليه، شو اللي لازم يعرفه المريض قبل العمليه؟ أوكي. لما يوصل المريض لوضع انه عنده تاكل كثير بمفصل الورك عم يسبب له الم بشكل دائم غير مقبول، او عم ياثر على على نشاطاته اليوميه او على طريقه المشي وعلى حركته، ساعتها بصير فينا نعطيه يعني عمليه تبديل او تغيير المفصل الورك اللي هي بتتم اذا الفيديو ما بعرف اذا هلا رح نشوف الفيديو، بس انا اللي بدي اقوله انه ممكن العمليه تصير لاشخاص بعمر صغير مثل ما قلنا، لانه في يعني عرضنا الاسباب، فممكن هالاسباب تكون بعمر صغير وممكن تصير بعمر كبير بعمر ال 70 او 80. صحيح. يعني في اعمار مختلفه. اذا كان عندنا تاكل ورك اولي بيكون المريض نسبيا كبير شوي بالعمر فوق ال 55 فوق ال 60، اذا كان ثانوي تاكل الورك بيكون عاده المريض عاده اصغر شوي. التوجه العام السريري تاعنا انه ناخر عمليه اجراء عمليه الورك لعمر شوي متقدم. ليه؟ لانه عمليه تغيير الورك لما نعمله بتضاين حوالي 20-25 سنه مبدئيا. نعم. اذا المريض عملها بعمر ال 60 يمكن يعمل عمليه تغيير ورك وحده بحياته كلها. ما نضطر نعدله اياه بالمستقبل. بس شو يعني بتضاين؟ يعني شو اللي بيصير فعليا؟ اللي بيصير شو اللي بيخسره بعدين من بعد هال 20 ببطل يشتغل الورك مزبوط؟ بصير في تاكل حوالين البروتاز اللي بنحطه. كمان ما نحن بنحط البروتاز داخل العظم وبنثبتها عن طريق الزرك عاده. بصير في تاكل حوالين البروتاز مع العمر ومع الوقت ممكن تبلش ترخي بتسبب الم من اول وجديد. فبنعمل عمليه مرتين. رح نشوف العمليه وبهالوقت كمان بتخبرنا اذا انعملت على عمر صغير كم مره فينا نعيدها. اوكي. اذا المريض اضطر انه يعمل العمليه بعمر صغير وبالمستقبل صار عنده بنسميها لوسنينج او تحلحل للبروتاز فينا نعد العمليه. في حالات عندنا العمليه بالمطلع عم بحكي 4 أو 5 مرات. اوكي عم نشوف الفيديو. مفضل انه ما نعيدها هلا. عم نشوف الفيديو هون عم نبلش العمليه اذا بتشرح لنا. نعم. كيف هون عم نشوف مفصل الورك اللي هو عباره عن راس قاعد بقلب صحن، الصحن بيكون بعظمه الحوض ومغطى هالمنطقه بكارتيلاج. لما يصير في تاكل للكارتيلاج مثل ما شايفين بيصير في شويه تغيير بشكل الراس وتغيير بشكل الصحن. هالشيء بيؤدي الى الام شديده مما يوجب انه نعمل عمليه تغيير الورك اللي ممكن نفوت فيها من خلف العضلات او بيناتهم او من الجهه الاماميه. بنشيل راس الورك بنقصه وبنحضر منطقه الصحن وبنحضر منطقه الجذع. سو بنحط صحن بروتاز محل الصحن الاساسي والجذع
معمول من معدن محل الراس الاولاني وبيفوتوا ببعض وبصيروا يتحركوا. نعم. هالشكل بصير المريض يقدر يمشي ويمارس حياته الطبيعيه. اوكي. بعدها قديش في فتره حتى يقدروا يتعودوا على هال؟ للحقيقه اذا عملناها الصبح ممكن المريض يمشي المساء. برافو. فتره التاقلم مع هيدي كثير قصيره، كثير قصيره. سو لما نعمل العمليه بنشجع المريض انه يمشي عليها مباشره لنقوي له العضلات المشي احسن ما يضعفوا. ولحتى طبعا ما يصير في تجلط وكل هالقصص بعد العمليه لحمايه صحته العامه. وعادة بيعمل علاج فيزيائي على فترة شهر، شهر ونص، شهرين لنقوي له عضلاته وبيرجع بيمارس حياته طبيعية. وبيرجع يعني طبيعية قد ايه بين مزدوجين؟ قد ايه بتعطيني نسبة بالمية؟ حال بيرجع بيمارس حياته طبيعية بشكل كامل. نعم. اوكي. بس في شوية اقتراحات او توصيات. اي. لما نعمل عملية غيار الورك بنتمنى على المريض انه ما يمارس رياضة فيها قفز او نط. في يعمل جميع انواع الرياضه اللي فيها مثل السكي والسباحه والهايكنج وهالخبريه وهالرياضات اللي ما فيها قفز او 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 ركض. يعني ما بيقدر يعمل جوجينج مثلا؟ هلا اذا هو بالمطلق في يعمل بس بيأثر عمر البروتيز. ما بتقعد تضاين 25 سنه. نعم. ممكن تصير تضاين اقل فهيك بيضطر يعيد العمليه. ونحن بدنا نتجنب انه نعيد العمليه قد ما فينا. صحيح. علما انه قلنا قد ايه فينا نعيدها، مرتين لثلاثه؟ فينا نعيدها اربع خمس مرات اذا اضطرينا في حال الاضطرار، لكن اكيد نفضل نتجنب. قد ايه تقريبا تكلفتها؟ تكلفة العملية تقريبا حوالي 17000 دولار. اوه. اوكي. بس حسب الدرجة اللي فايت فيها المريض. وبس كل الجهات الضامنة بلبنان بتغطيها. اها. فهيدي شغلة كثير منيحة انه مغطية من الجهات. العملية مانها جديدة، أول عملية انعملت بال 1960. صار 55 سنة العملية. وعم بتبرهن على نجاحها. أكيد. أخيرا بدي أقول لك دكتور تقي، طيب إذا بدي أحمي الورك قد ما فيي، شو لازم أعمل؟ شغلتين، بدك تمارسي الرياضة بشكل منتظم، بدك تحافظي على وزن سليم. هدول الشغلتين، ونتجنب الدخان، ونتجنب ناخذ الادويه اللي فيها كورتيزون اذا فينا، ونجرب الكثره من شرب الكحول لانه كمان بتاثر. كمان بتاثر. كمان بتاثر. قد ايه العامل الوراثي بيلعب دور؟ قلنا العامل الوراثي له دور بس نسبه كبيره. نسبه كبيره، معظم حالات تاكل الورك بتكون عند ناس متقدمين بالعمر ونتيجه عوامل وراثيه. أوكي. بس نقدر شوي يعني نحد منها بتغيير نمط حياتنا. صحيح، اذا مارسنا رياضه خصوصا من عمر اصغر وبشكل دائم بنحافظ على حيويه الكارتيلاج حتى ما يتشقق ونخسر. يعني بنطول عمر الرياضه بتطول عمر الورك. صحيح. اوكي. ثانك يو عن جد. شكرا لك. ورح يكون في حلقه ثانيه بعلن عنها، اكيد ترقبوها، كيف حياتنا بعد عمليه تغيير الورك، شو لازم نعمل لنحافظ على الورك الجديد الاصطناعي ونطول عمره قدر الامكان. اكيد بعلن عنها قبل بوقت لحتى تتابعوها. شكرا لك دكتور تقي. شكرا لك. مرسي لك روى، اهلا وسهلا فيك يا دكتور. رح نتوقف للحظات اعلانيه قليله، من بعدها رح نكون مع شيف شادي ورشه ملح، وكمان رح تنضم لنا لما مع شوفي.